فضيلة الشيخ، بالنسبة للجنازة أيهما أفضل، أن تكون تابعة أم متبوعة؟ وما حكم الدعاء بصوت عالي للميت والناس يؤمنون خلفه في حال الدفن؟ نعم، ذكر أهل العلم أن التابع للجنازة للجنازة إن كان راكبا فالأفضل أن يكون خلف الجنازة، وإن كان ماشيا فالسنة أن يكون خلفها أو يمينها أو شمالها، والأمر في هذا واسع. وهم قالوا إن الركبان يكونون خلف الجنازة في عهده، لأن الناس يركبون على الإبل أو الحمير أو ما أشبه. أما الآن فلو قيل بأن الأولى أن الركبان إذا كانوا على السيارات يكونون أمامها، لأن وجودهم خلف المشيعين يزعج المشيعين، وربما يحكي المشيعين إلى أن يسرعوا إسراعا فاحشا يخشى على الميت مع قوة الرد أن يخرج منه شيء. فلهذا أرى أن الركبان على السيارات في الوقت الحاضر يكونون أمام الجنازة، فإن لم يتيسر لهم ذلك فليكونوا خلفها بعيدا عن المشاة لئلا يزعج المشاة. والأمر بالنسبة للمشاة الأمر واسع، إن كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. أما الدعاء للميت في رفع صوت عند الدفن فإنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنة لكان الرسول يدعو بذلك لأصحابه، لأن دعوته لهم أبرك وأقرب إلى الإجابة. ولكن قال الناس كل يدعو بنفسه لهذا الميت إذا دفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت، ويكفي مرة واحدة، لكن إن كررها ثلاثا فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثا.